برايمتايم كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للعشرة متاع الصباح مع أسامة سويعي، معاذ الشريف وسفيان بن فرحات على غاديو ميل. هذا البرايم تايم، رجعنا لكم، مازلنا موصلين معاكم حتى للعشرة متاع الصباح. تحية للناس اللي قاعدة تسمع فينا، سواء كنتم في دياركم ولا في كرهبكم، كلكم طريق السلامة للجميع. نمشيو لشوفيان. شوفيان شوفيان. المنظومة الصحية بصدد الانهيار الشامل. يا توانسة اش مازال؟ قلنا لكم توا مدة الدولة منهارة، قاعدة تتفكك وتتلاشى. السياسيين اليوم جزء من المنظومة الوبائية الشاملة. أما ما نحبش نحكي عليهم أكثر من اللزوم. نحب نعاود نخاطب التوانسة. يا توانسة حافظوا واستحفظوا على رواحكم، استحفظوا على عائلاتكم وناسكم وأماليكم، جيرانكم وأهاليكم. المنظومة الصحية على مشارف الانهيار ماديا وعلى مستوى التجهيزات، وخاصة خاصة معنويا. جيش الإطار الطبي وشبه الطبي والمهنة الطبية المجاورة العظيم ما عادش فيه. التلقيح ما فماش، وعدوى الكورونا فيروس فاريونت دلتا منتشر بشكل مثير وقاتل وغير مدبالي بنقائصنا وخاصة بلا مبالاتنا. هذا أخواني وأخواتي في الوطن العزيز امتحان كبير. ما احنا مليهاش مثيل منذ مدة طويلة، بكلنا في نفس الباركو والباركو قاعد يغرق. ما نكونوش كيف هكلي قالوا له الضرب في بلادكم بمعنى وطنكم، قال لهم اخت بلادي واضرب. قالوا له الضرب في بلادكم بمعنى مدينتكم، قال لهم اخت حومتنا واضرب. قالوا له الضرب في حومتكم، قال لهم اخت دارنا واضرب. قالوا له الضرب في داركم، قال لهم اخت راسي واضرب. اليوم الدرك في كل حومة، في كل نهج، في كل سقاق، في كل دار، في كل عائلة، فوق راس كل مواطن مهما كان وضعه، وإلا حاله الاجتماعي، وإلا جهته، ولا دينه ولا ملته. فيقوا يا ناس، انتفضوا على المبالاة اللي ساري عندنا كالنار في الهشيم. الدولة عاجزة والمنظومة في حالة انهيار، واللامبالاة والأنانية ولاو آفات كبيرة. نقصوا من الانقسامات على أساس الولاءات والانتماءات. الفيروس ما يفرقش بيناتنا، الفيروس ما يعرفش الإيديولوجيا. فتاك الله معافينا، ما على بالوش بينا. أما ما نكونوش يبارك فيكم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية. الوضع خايب والدرك قبب قبب، وإن شاء الله تترفع الغمة وتزول وترجع تونس كما كانت، وانبعدتنا وفرقتنا الأيام، فسوف تجمعنا أجمل الذكريات. سفيان سفيان. شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك سفيان بن فرحات. في خضم هذا الكل، تونس تنتصر على أمريكا من خلال لعبتنا الدولية. أونجابا نحكيه شوي آخر على الإنجاز التاريخي للعبتنا أونجابر في البرايم تايم.